طرق من خريطة جوجل أخبار الكثافات المرورية النهاردة إيه الساعات يعني زي دلوقتي كده بتبقى ساعات الظهر والصباحية، لأنه ناس بتبقى رايحة شغلها، اللي رايحين المدارس بقى والجامعات وكل هذه الأمور. إحنا يوم في منتصف الأسبوع، يوم عمل عادي، فبالتالي ربما يكون المشهد المروري النهاردة بيشهد بعض الكثافات في الطرق المعتاد يكون فيها كثافات، زي كوبري أكتوبر من المناطق أو من الطرق المهمة جدا والمحورية اللي بتربط مناطق كتير في القاهرة الكبرى، فبالتالي بتبقى عليه أحجام حركة مرتفعة. صلاح سالم عديناه أهو الحمد لله بيشهد سيولة مرورية، لكن الكثافات أعلى. أكتوبر بتبتدي من تقريبا عند العباسية، مكملة في هذا الاتجاه المتجه لوسط البلد، كمان منطقة العباسية وسط البلد بالكامل الشوارع الجانبية فيها كلها يمكن تشهد كثافات مرتفعة برضو النهاردة. الاتجاه الثاني من كوبري اكتوبر اللي جاي من وسط البلد رايح مدينه ناصر، الكوبري كويس نقدر نسلك هذا الاتجاه، بينما الكورنيش عند وزاره الخارجيه ومبنى التلفزيون المصري في بعض الكثافات المرتفعه. كوبري 15 مايو عظيم جدا في الاتجاهين، كورنيش الزمالك والعجوزه ومنطقه العجوزه كمان بالكامل سيوله مروريه عاليه جدا. تبتدي تظهر احجام مرتفعه في 15 مايو في الاتجاهين وانت رايح ناحيه المحور 26 يوليو، كثافات مرتفعة جدا خاصة القادمين من مدينة 6 أكتوبر في نهاية المحور، ومكمل شوية بعد ما بتعدي ميدان لبنان وتطلع مرة تانية كوبري 15 مايو. وخدوا بالكم كمان لأنه محور 26 يوليو من الطرق اللي بتبقى عليها شبورة في ساعات الصباح، أسماء بتيجي من عليه كل يوم بتقول لي لسه النهارده الطريق كان عليه شبورة عالية جدا وكان في حادثة على الطريق، مش كده؟ يعني ربنا يسلم يا رب طريقكم، فخلي بالكم فعلا لأن المناطق اللي دايما يبقى فيها على الجانبين فيها زراعات دايما بيبقى فيها كثافة شديدة الحقيقة للشبورة. النهارده كان في شبورة عالية، أعتقد إن هو دلوقتي مع ساعات الصباح وسطوع الشمس الشبورة هتكون أقل، بس خلي بالكم إن شاء الله وربنا يوصل حضراتكم بالسلامة. في طبعا رقم المساعدة على الطرق السريعة من الإدارة العامة للمرور هي مخصصة في حل وقوع لا قدر الله أي حوادث أو أعطال على الطرق، خاصة إنه في الشبورة ولو حصل عطل وأنت جنبت عربيتك على جنب الطريق بتبقى صعب إن أنت تتشاف إلا في حالة إن أنت شغلت يعني أنوار الانتظار. ويمكن دايماً بنؤكد على حضراتكم إنه أنوار الانتظار دي بتبقى للطوارئ بس، يعني تشغلها لو أنت هتركن على جانب الطريق عشان اللي جاي من ورا يعرف إن أنت واقف مش ماشي، ما بنشغلهاش واحنا ماشيين على الطريق، لانه ربما لو انت مشغلها على الطريق اللي جاي وراك يحصل له خلط انه انت واقف ولا ماشي. عشان كده مهم جدا، دي يمكن من المعلومات اللي بتكون يعني خاطئه واحنا كلنا تعودنا نعملها على الطرق، كمان لكن مهم نعرف الصح طبعا يعني. لا وكمان ارجوكم عشان ده اللي حصل النهارده، يعني بعد الشر لو حصل اي حادث او عطل زي ما ايه قالت بلاش نقف في نص الطريق. يعني انا بتكلم النهارده في حادثه، الحادثه واخده يعني عايزه اقول ثلاث ارباع الطريق، كان فاضل حته قد كده عشان الناس تعدي، ده رقم واحد. ورقم اتنين ممكن يكون حد مش واخد باله، ما فيش حد بيبقى مش متوقع ان ثلاث ارباع الطريق مقفول وفجاه، فارجوكوا لو حصل اي حاجه زي كده ناخد جنب، نقف نستنى ونجيب الونش ونعمل كل الكلام ده، بس واحنا واقفين على جنب او نحرك الموضوع لجنب شويه، لكن ربنا يا رب يوصلكم يا رب جميعا بالسلامه.